السلام عليكم. غرفة الشيوخ أبو ذيب وبحشر يا شيخ أنت يا طويل العمر. سؤال ولغز عليه 1000 ريال اللي يجاوب. السؤال؟ نعم. أنت يا سعيد ما جبت السؤال لآخر الليل. اسمع اللغز إيش يقول. اسمع أنت. أنشدك على الرجل إن ينام بعباته ويقلب عباته لا بغى ياكل الزاد. ياكل ولا يشرب صفة من صفاته. ياكل بقايا اموات 20 انزاد. وشو 30 ثانية. انشدك عن رجل ينام بعباته ويقلب عباته لا بغى ياكل الزاد. ياكل ولا يشرب صفة من صفاته. ياكل بقايا اموات 20 انزاد. يلا الكفن. ها كفن الكفن إيه؟ لا القبر لا. انشدك على رجل ينام بعباته ايوه ويقلب عباته لا بغى ياكل الزاد. ياكل ولا يشرب الثوب لا. تيشيرت لا. ياكل يقلب عباته لا بغى ياكل الزاد. ياكل ولا يشرب صفه من صفات يعني ياكل ولا يشرب. ياكل بقايا اموات 20 انزاد. الوقت باقي 30 ثانيه. لا ما تعرف الشاش. لا ما عرفت الجواب. الحين تخيل ان احد الاصابع مقروط. انا فكرت كذا ترى ولا هو في بالي. ايه اطلبنا ابو حسن اطلبنا ترشا من عقب عكروشة هلا 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 راحت عليك 1000 ريال. باي باي. السلام عليكم. السلام. كيف اللي جانا انا ممكن تشيله؟ ليه مزعلك؟ ايش السالفه؟ ابو عمر ايش فيك؟ يعني سلامات سلامات سلامات. ابو خلود ايش فيك؟ على الرجال المفروض تهيئ لك كل شيء. يا قلبي ما فيني شيء يا رجال. جاي مكيفات. طيب عندي طيب عندي سؤال طوال العمر عليه 1000 ريال. يلا تفضل. أنشدك عن رجل ينام بعباته ويقلب عباته لا بغى ياكل الزاد. ياكل ولا يشرب صفة من صفاته. ياكل بقايا اموات 20 انزاد. والله لغز والله. والله يا ابو وائل ما شف اللغز اللي مثل ذا وانا اخوك تجيبها الصبح. سيد الساعة كم بالله؟ احنا ما زاد بعد ما نبي احد يجيب لغز الساعة 12 واحد. انت ما تبغى فلوس؟ عندك 1000 ريال تفكر؟ الله يسعدك يا سعيد. الساعة 12 واحد تجيب لي لغز انا مخي مقفل. 1000 ريال انشدك عن واحد لابس عباية. روح البس عباية. عد اللغز يقول انشدك عن رجل لابس عباية ينام بعباته ينام يتلحف بها. نعم. والثانية يقلب عباته لا بغى ياكل الزاد، يعني إذا جاء ياكل يقلب عباته. بويا. حلو؟ ياكل ولا يشرب صفة من صفاته، ياكل بقايا اموات 20 زاد. رمعة واحدة رمعة. وشو؟ رمعة ايش يعني؟ يعني عطونا جواب. آخر جواب من الليالي ليه؟ لا. تدرون وش الجواب؟ وش الجواب؟ يعني أنت مقتنعت وما تبي تجاوب؟ أنا ما عندي جواب صراحة. وأنت يا أبو عمر؟ حاول لك 1000. الجواب مقص الاظافر. مقص الاظافر ايوه تمام. ينام بعباته يعني ما ينفتح. واذا فكيته ياكل الزاد. اي صح ياكل الاظافر. ياكل الاظافر. اي ياكل ولا يشرب. هو ياكل بس ما يشرب. اي الثالثه ياكل 20 وين زاد. 20 يعني 20 اصبع. اي عرفت الجواب. في شيء ثاني دايري. يضرب ما يشرب. يلا لا خلاص 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 ما بعد يصير. يلا يلا بختم. يلا يلا عط 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 خلاص 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 خلينا نطلق. السلام عليكم. وعليكم يا دافع البلا. يا اتمنى في شيء اسمه خصوصيه. اتمنى يا سعيد ابن فوزان ابن مطلق ابن عمار تفهم. ابشر. طيب حمد لما ادخل ها طقطق وتفك الباب بس لاني امون عليكم. طيب يمكن
في سؤال. بكيت الباب مباشرة أطيب من اللي كنت طق ولا تستاذن تدخل. يعني أنت كذا محترم لا محترم. طيب برضيكم في سؤال. إيه في سؤال وعليه 1000 ريال. أنشدك عن رجل ينام بعباته ويقلب عباته لا بغى ياكل الزاد ياكل وش؟ لا بغى ياكل الزاد ياكل ولا يشرب صفة من صفاته ياكل بقى يموت 20 إنزاد ياكل 20 ميت 20 إنزاد ياكل بقى يموت ها أنشدك عن رجل ينام بعباته ويقلب عباته لا بغى ياكل الزاد ياكل ولا يشرب صفه من صفاته ياكل بقايا موات 20 إنزاد يقلب عباته ياكل ولا يشرب اسمع يا عيوني ها. هذا الدود اللي ياكل الميت في القبر لا أمانة مو صح لا والله إيه ها اللي يحفرهم في القبر لا خلاص نعطيك كمان فلوس خلاص ما خلص اعطيك 5000 بالله اذا زي كذا اسمع يا غازي والله لا اطلع الحين والله والله العظيم لا اطلع يعني الاجابه صحيحه والله ما هو صحيح بس اذا كم تعطيني 5000 ولا بطلع انقلع والله ما تاخذها ما طلعش كباب تعال خليني اعطيك افكني من شر يلا ما انت تبغى اعطيك والله ما لي تقدر تطلع من الباب خلنا نعطيك نعطيك وش عطني هنا في حاجتها طيب انا اعلكم بالجواب اعلكم بالجواب ما انا بلا جواب ولا انا بلا فلوس الجواب مقص الاظافر المقلاب اي والله ياكل 20 انت رجول وليدين الرجول اخ سلام طيب يا غازي طيب دقيقه دقيقه لا 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 ابو ناصر ابو تميم حياك ربي مرحبا سؤال عليه 1000 ريال بما أني أنا وياك في الغرفة واحدة أنشدك عن رجل ينام بعباته ويقلب عباته لا بغى ياكل الزاد ياكل ولا يشرب صفه من صفاته ياكل بقايا موات 20 إنزاد أوه أنشدك عن رجل ينام بعباته حلو استريح يا ابو ناصر اعرف انك ما تجاوب طول كمل البيت الشطة الثاني ويقلب عباته لا بغى ياكل الزاد ويقلب عباته لا بغى ياكل الزاد ياكل ولا يشرب صفه من صفاته ياكل بقايا موات 20 إنزاد الف السفره لا السفره كيف تاكل هاي ابو تميم 20 إنزاد زاد 20 هاي ابو تيم وقت النوم اللي بنام يعني في ما اقدر افكر ولا اقدر افتح ليه؟ عشان شايف ريال بتروح طلعني غبي اعترف لا والله ما تبغى غبي الغبي والله وش الجواب؟ ما عندك جواب؟ مرة؟ لا الجواب مقص اظافر والله يحتاج اظافر طويلة بس عرفت الإجابة صحيح 20 و10 ايوه والله. ايوه ورجل ينام بعباته المقص حق الظافر يعني جوابين ويقلب هو مس هو مقص الظافر ويقلب عباته لا بغى ياكل الزاد ينفتح هو ياكل ولا يشرب اعجبني والله ذكائك اعجبني ذكائك وقسم من رفع السماء ضر يا عيني لا تبكين وتصم يا قلبي لا تنضم ما على وجه البسيطة زين هل طلعت لي غبي وخلصنا؟ هاي يا فكا عارض أول غلطة تنام فيها لا يا ابو ناصر ما اتفقنا يا ابو ناصر دايما يطلعوا لي زي كذا من الغرب الله يعين مخلد لو كان كل حرف من اسمك يعبر عن صفة تحملها تبدا بهذا الحرف وش بتقول انت وين سرت على انا ابو ربيع انا بالرقد قمت اتدهم الفلفره ويوم قلب غازي بيصور اسلم طيب ميم تراني مخلص يا غازي مستحيل انسى اي شخص كان سوى فيني معروف ولازم ارد له ياكل معي ويشرب اي أيوة والله اشهد بالله انك صادق خا تراني خطير لا تشوفني
وبنية جسمي تقول هذا درويش وضعيه، تراني أقدر أقلب الطاولة عليك وعلى أبوك. والله إنك صادق. لام تراني لين، ماني بصلف، لاني بعفت، ولاني بزعول، وأمشي معك وأحاول أرضيك باللي تبي. هذا الأخويا كلهم. دا ترى يا غازي تراني دقيق، وشي يمكن ما شافوها الرجال كلهم ما نشوفه. خالد لو كان كل حرف من اسمك يعبر عن صفة تحملها، تبدأ بهذا الحرف وش تقول؟ حرف الخاء يا غازي خدوم، أحب أخدم الناس واللي حولي. والله أنك ما تقصر يا أبو خلود. والله يسعدك. وحرف الألف اجتماعي بزيادة عن اللزوم، لأنه اجتماعية الزايدة عرفتني على ناس ضيعوا وقتي. أي والله صراحة. يعني حرف اللام لبق، أحب ألبق كلامي وأرتبه قبل ما أقوله عشان ما أجرح أحد ولا أضايق أحد ولا أخطي على أحد. حرف الدال داعم، بصراحة أني أحب أدعم الكبير والصغير واللي يحتاجني واللي ما يحتاجني. أي والله يا أبو خلود، أنك من أكثر الناس اللي كلامه يحفز الواحد على الطموح المستمر. الله يسعدك يا غازي. بالعافية يا البرتقالة. محمد لو كان كل حرف من اسمك يعبر عن صفة تحملها، تبدأ بهذا الحرف وش حاب تقول يا البشت النجفي؟ الميم أنا إنسان ملول يا غازي. إي والله ما أحب أطول في شيء، لازم يا أغير ملول، ما أحب أستمر على شيء. الحاء حر، ما أحب أكون حبيس. كفو. أحب اللي يطنخ كذا من رأسه يكون صقر. الميم محبوب، أحس أني أؤتلف بسرعة، يعني فيه إلفة اللي قابلني. أي والله يا أبو عمر أنك محبوب. الدال يا أبو ربيع درج للأسف. والله يا أخي ما أعرف. الله ينكفع بشك. درج ما أعرف جا السبب، مع أني أفهم بس أحيانا درج. والبشت النجفي فين؟ جاني درج. تعال تعال تعال، انت دائما تحط لنا بلا اسئله. بصور بجوالك اصلا الناس ما راح يفهمون. لا لا لا، التصوير عندي وانت تدفن نفسك. ابى اصور وبرسل لك اياها. والله لا تنزلها غصب، والله لا تنزلها. والله تعال. طيب وش تبي؟ ابيك تعطيني تصف لي احرف اسمك على حسب شخصيتك. تصف احرف اسمك. نفس السؤال اللي قلت لي. يا غازي قتلتني يا غازي. طيب الغين، خلني أقول لك غيمة. الغيمة تشوف اللي جواها واللي برا بيضة. يا سلام. أنا اللي ترى اللي جوا تشوف برا، ما عندي كل شيء واضح. الألف خلني أقول لك إصرار، أنا رجال من زود الإصرار راسي بينطش، لا أكل ولا أمل. أنا أشهد. دائما الزاي خلني أقول لك زيزوم، أحب أني أكون في الصف الأول، ما أحب الصف الثاني، مع أن في ناس طيبين تلقاهم في الصف الثاني، بس هذا اللي ربي يكتبه علي. إي والله أنك دائما في الصف الأول. يا غازي مو أتضايق إذا جيت في الصف الثاني، مع أن الصف الثاني بالعكس فينا، بس أنا كذا ربي خلقني كذا. اللي يا أبو ناصر يمين، أحب درب اليمين وأحب أصحاب اليمين، أحب الدرب النظيف وأحب الناس النظيفة مثل وشرواك وبقية الشباب. يا سلام. أيها فمان الله. والله بتنزله والله.